لخيارات جديدة غير الخيارات القديمة. من ضمن هالخيارات الجديدة شيء اسمه بور هول شيب، شكل جدران البير أنقر عليها. راح يظهر لي هذا البير اللي أنا شغال عليه اللي هو الآية 105، شيء اسمه بيت سايز وكاليبر. أنقر على البيت سايز، أضغط كنترول، أنقر على الكاليبر، حددتها اثنينها، أعطيتها بمؤشر سهم، نقلتها على الجزء الثاني، أعطيته أبلاي. أبلاي يعني أنا قلت له اقرأ لي على شكل مجسم. ظهر لي أنا أريد أعرف يعني أهمية إني أحدد وش أوت ولا بريك أوت، يعني دفعة شبرجر إنها تطور هالموضوع هذا. إن تظهر لي مجسم للبير كامل. يعني أنا بدل ما أعتمد على السي 2 وأقارن مع بيت سايز وسي 1 وأقارن مع بيت سايز، هي ظهرت لي على شكل مجسم. واضح هذا المجسم؟ لاحظوا هذا التهدم؟ جدا واضح. شلون توسع عندي؟ لاحظوا إنه هذا البيت سايز، هذا لازم يكون عندي قطر البير، هذا قطر البير، هذا قطر البير ستاندر. لاحظوا هذا التهدم. طيب هل هذا وش أوت ولا بريك أوت؟ أنا أقدر أحدد شيء ولا لا؟ أي نقدر نحدد. بس مو شو اللي عندنا؟ وش أوت ولا بريك أوت؟ مو واضح. مو واضح 100%. مو واضح 100%. بس تقدر تفسر لي وين ال؟ هذا التهدم. هسا هذا رأس الحفر، هذا قطر رأس الحفر، لكن هذا التهدم. هسا هذا التهدم هو بريك أوت ولا وش أوت؟ يعني على كامل الجدران ولا بس جزء من الجدران؟ ما نعرف. ما نعرف. ما نعرف. مو معروف لحد هسا. مو معروف. صح. صح. صح مو معروف. طيب أنا شلون بدي أعرف؟ لازم تطلع كلك ما. لا. يعني. لازم نطلع كل ما. لا لازم ندور الشكل. ندور الشكل تعال نعرف. هسا أشوف إذا نقرت على. لما تشوف في عندك عنوان اسمه بور هول شيب، يعني تحت الخط الاسود، بس انقر عليه، بس انقر عليه راح يتحدد عندك كل الشكل، وتروح عندك